السلام عليكم تلاميذ سنة أولى متوسط. عندنا اليوم موضوع مقترح لاختبار الفصل الثالث بحول الله تعالى. يعني هذا الموضوع مرشح بقوة، ماشي لازم يكون هو، يعني راح يكون يشبه له، لأنكم راكم تقراوا على البلد وعلى العملة، الأكل الأكلة الوطنية، يوم الاستقلال. يعني حتى لو كان ما يكونش هو نفسه، لكن ما راحش يكون اختلاف كبير. نبدأ على بركة الله، نقراوا الرسالة. هذه هي عبارة عن إيميل بدون إطالة، ونشرحها من بعد نجاوبوا على الأسئلة. إحنا شخص من الولايات المتحدة الأمريكية بعث رسالة إيميل إلى نسيم. هاي نسيم. أهلا نسيم. I'm so happy to give you some information about my country. يعني أنا جد سعيد لإعطائك معلومات عن بلدي. هنا information ماشي information بس silent letter. The United States of America يعني الولايات المتحدة الأمريكية. My country is big and wonderful. يعني بلدي عظيم ورائع. We have great monuments. يعني لدينا معالم عظيمة. The Statue of Liberty in New York. يعني تمثال الحرية. هنا ثاني الار سايلنت لاتر. تمثال الحرية في نيويورك. And the Lincoln Memorial in Washington. The Lincoln Memorial يعني النصب التذكاري في واشنطن. People from all over the world. هنا ماشي the world. The world. الار هي اللي silent. Come to see the Golden Gate Bridge. يعني تأتي لمشاهدة هذا. يعني بوابة الجسر الذهبية. ذهبي ولا ذهبية عفوا. وين كنا؟ In San Francisco. يعني هذا الجسر جاي في San Francisco. My national مكش في الإنجليزية شيو. National currency سيبا currency is the dollar. يعني العملة الوطنية تاعنا هي الدولار. The independence. هذه المعلومات كامل تذكروها كي تكونوا راحين تهدروا على الوطن تاعكم. The independence day is on the 4th of July. عذروني على الصوت تاعي لأن راني شوية مريضة. يعني بلا غريب. It's on the 4th of July. يعني هو في الرابع، يوم الاستقلال تاعنا هو في الرابع من جويلية. My favorite ماشي favorite national dish is pork roast. يعني الغذاء الوطني المفضل، الأكلة الوطنية المفضلة عندي هي يعني لحم الثور ولا لحم البقري كما نقوله مشوي. And chicken pot pie يعني وفطائر الدجاج. Please find attached pictures of some great monuments in the USA. يعني سوف تلقى كما قلت لكم، يعني راح تجدين بعض الصور، تجد عفوا بعض الصور المرفقة مع هذا الإيميل. Love Jane Smith. Jane Smith يعني اللي بعث الرسالة هو جين سميث. نقرأ الأسئلة مباشرة. عندنا في السؤال الأول the sender of email. شكون هو هذا اللي بعث الإيميل؟ sender هو اللي بعث. is شكون هو اللي نلقاو اسمه هنا تحت هو اللي بعث الإيميل، يعني جين سميث. هنا the receiver، هذو كلمة حفظهم. the receiver is اللي بعث شكون هو؟ اللي استقبل عفوا، اللي استقبل الرسالة هو نسيم. هنا نكتبه الآن ماجيسكيل نسيم is the receiver. الكتابة هنا راهي شوية صغيرة عفوا، إن شاء الله تكون واضحة. Activity number 2 I read the email and complete the table below. يعني نقرأ الإيميل، نقرأ كامل ونعمر هذا التابلو. أول حاجة هي country. country هي the United States of America. capital يعني العاصمة، لأنه هنا مدوها لهم ولكن قدروا أنتم ما يمدوها لكمش. يعني هنا واش قلنا؟ country هو البلد، capital هي العاصمة، currency العملة. يعني اللي مش حفظهم يكتبهم. العملة راهي مذكورة هنا هي the dollar. national dish الوجبة الوطنية وش هي؟ حوسوا لي هنا is pork roast and chicken pie. يعني هذا زوج.
يعني هذه هي كتبتها لكم هنا، يعني اللحم يعني البقر المشوي وفطائر الدجاج. Independence Day، هاي هنا The Independence Day is on the 4th of July، يعني الرابع من جويلية. روحوا السؤال الثالث. I find activity 3. I find in the email synonym and an opposite to، يعني synonym مرادف، opposite يعني الضد. Photos، photos synonym تاعها هي pictures. عندنا international are silent، international يعني عالمي، الضد تاعها the opposite is national. عفوا يعني وطني، العكس تاع عالمي. في activity هنا يا mystery of the language، يعني هنا activity 1 واش عندنا. I reorder the following words to get coherent sentences، يعني نرتب الجمل باش نلقى، نرتب الكلمات باش نلقى جملة متماسكة يعني عندها معنى. Now are you what question mark doing كما. هنا باش نبداو مادام عندنا سؤال، يعني هذه علامة الاستفهام راح تكون في الاخير، وات راح تكون في البداية. يعني الاجابة راح تكون يعني WH بعدها يجي subject، يعني what are بعد you، what are you، انا WH بعد انا عفوا الverb وبعد subject. What are you doing، you are you doing هي يعني the present continuous. What are you doing بعد عندنا كما. What are you doing now يعني وش راك تدير ذرك. روحوا الجملة الثانية. Mom is Amal calling her بعد هنا عندنا full stop. هنا عندنا جملة عادية إخبارية. مام هي the subject، يعني نقولو her mom والدتها. her mom is calling تسمى أمل، بعد نكملو full stop. هذه هي الإجابة. في السؤال الثالث عنا negative ولكن مع the present continuous. نقولو عنا am I not exam today full stop having. نبدأ بالسبجكت وراح I. هنا في هذا التمرين عنا يعني راح تذكروا البلد والجنسية country nationality. مرات يمدلك البلد وانت دير الجنسية ومرات العكس. country هنا عنا ألجيريا، هنا ألجيريا ترجع ألجيريان، الجزائر الجزائري عفوا، هنا هذا النوع ما رايش بينا مليح ألجيريان. بريتن عفوا هنا مدلنا بريتش يعني بريطاني، البلد اسمها بريطانيا اللي هي بريتن. هنا مدلنا تشاينا، تشاينا يعني الصين، نقولو تشاينيز بمعنى صيني. مدلنا فرنسي اللي هي فرنش، المدينة البلد اسمها فرانس يعني فرنسا. نروحو للسؤال اللي بعده. هنا I have in the text words that I have the following sounds، يعني نحوسو في النص كلمات عندها يعني هذا الصوت. عندنا حرف ج مثلا كلمة good، وهنا ج كما كلمة جيراف. هنا بالنسبة لهذا التمرين يعني ما يهمش الحرف، ماشي تروحو تلقاو حرف القا تكتبوه، لازم الصوت، لازم الصوت يكون تنطق بنفس الصوت اللي هو الج. عندنا الكلمات اللي منطوقة بصوت الجي هي القا عفوا هي give big. بالنسبة لحرف صوت الج، حرف الج ماشي الحرف الصوت عفوا، كاين عندنا في النص بريدج وعندنا جين. نروحو للوضعية الإدماجية. بالنسبة للوضعية عندنا I want to tell Miss Jane Smith about my beautiful country Algeria، يعني نحب
يعني هي مادام بعثت لي رسالة انا راح نرجع لها نخبرها للبلد تاعي الجزائر. I complete the email below and I answer، يعني نكمل الايميل مدوه لي واجد انا برك نكمل. I use the information in the table below on help myself، يعني نستعمل هذه المعلومات باش نساعد روحي. هنا واش عندنا؟ تبعوا معايا الايميل طاوه هنا مكتوب، احنا فقط نعمرو الفراغات. نشوفوا هنا واش عندي. country هي الجيريا البلد تاعي، location يعني الموقع تاع الجزائر وين جاي، north africa يعني شمال افريقيا، capital اللي هي العاصمة، عاصمة الجزائر هي الجيز، الار هذه ما نقراهاش. currency is the dinar يعني العملة تاعنا هي الدينار. ناشونال ديش هو كسكس، الطبق الرسمي تاعنا كما نقولوا الوطني هو الكسكس. مانيمنت يعني المعالم المشهورة في الجزائر هي مقام شهيد رومان روينز ان جميلة، يعني الآثار الرومانية في جميلة. فلاجز كالرز يعني الألوان تاع العلم، فلاج هو العلم، فلاجز كالرز يعني ألوان العلم الوطني تاعنا هي red يعني red هو الأحمر، white and green يعني الأحمر والأبيض والأخضر. نبدأ على بركة الله. to Jane Smith يعني هنا بعثت هنا كتبت الإيميل تا جين سميث. hi my country is، وطني هو Algeria. it is in هو في معنتها يقع، in the north of Africa، in the north of Africa. هنا ملأنا الفراغات عنا. hi my name is عفوا my country is Algeria. it's in the north of Africa. north of Africa يعني شمال افريقيا. the capital is Algiers، العاصمة هي الجزائر، هي العاصمة نقولوا Algiers ماشي Algeria. it's in the north، وين جاي العاصمة؟ في شمال الجزائر. the Algerian currency is the dinar، يعني عملة العملة تاع الجزائريين هي الدينار، راهي مكتوبة هنا. our national dish يعني منا ونعمرو، our national dish is كسكس، هي سهلة. وين كنا؟ is كسكس، هنا ما عليش إذا هي واضحة ولا لا. عفوا. the most famous monuments in Algeria يعني المعالم الأثرية المعروفة في الجزائر، راح نحوسوا على كلمة most famous، هاي هنا most famous واش؟ monument، هاي هنا monument is مقام شهيد and ruins Roman and Roman ruins عفوا يعني والأثر الرومانية in جميلة، يعني حتى لو كان ما كنتش عارفة أنا واش ندير مادام مدلي جميلة هنا يبين بلي راح نكتب هادو. the Algerian flag يعني العلم الوطني العلم الجزائري has فيه colors، يعني واش راح نقولوا؟ has three colors، فيه ثلاث الوان، r اللي هي red كما white and دايما كنديروا فاصله green. عندنا هنا love نسيم، يعني هنا نكتبوا اسم اللي بعث، يعني نسيم هو اللي في الاول هو اللي استقبل، درك هو اللي ارسل هذه الرساله. انا هنا ما عنديش الالوان، انا واش قال لك؟ اي كالر يعني اللون العلم الوطني، هذه راح لونها اكيد يبين بلا ما نقول لكم، احمر احمر، هذه ابيض، هذه اخضر. ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم وتكونوا فهمتوا. انتظروني في فيديوهات لاحقه باذن الله، راح نديروا باراجراف على على الوطن، يعني سواء الجزائر ولا وطن اخر، على البلد عفوا. حاجه واحده اخرى في الاختبار ممكن يمدوكم فراغات، ممكن انتوما تديروا كل شيء وحدكم، يمدوكم فقط هذا الجدول، يعني راح تحفظوا هذه. my country is my our national dish the famous monument the Algerian flag، وراح تلقاوها هنا، يعني ما راحش تجيب والو من راسك، فقط عرف كيفاش تصيغها. هذا مكان my country is Algeria، ما نقولوش the location is، the location is
نقول it is in يعني هو في. بالنسبة للعاصمة نقدر نقول the capital is. من بعد هنايا نقول the Algerian currency. The Algerian currency is يعني العملة تاع الجزائر هي. Our تاعنا يعني our national dish. من بعد هنا نقول the famous monuments in Algeria normal ونكملوا. هذا ما كان، نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا. انتظروني في فيديوهات اخرى بحول الله، راح يكون عندنا نموذج واحد اخر الاختبار غير نوجدوا، راح نحطكم في صندوق الوصف تاع هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله ومع السلامة.